أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مانشيت اقتصادي، والذي نسلط الضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة. حلقة الليلة نناقش فيها الهيئة العامة للقوى العاملة واستراتيجيتها الجديدة، وذلك لتشجيع الشباب في العمل بالقطاع الخاص. مشاهدينا الكرام، يعتبر إيجاد وظائف الكويتيين في القطاع الخاص أمرا يسيرا بعد إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تعمل على تكويت القطاع الخاص. وقامت الهيئة مؤخرا بوضع الخطة الاستراتيجية للهيئة من 2020 إلى 2025. فما هي هذه الاستراتيجية؟ وما هو دور الهيئة في وضع خطة لتشجيع الشباب في العمل في القطاع الخاص؟ وذلك سوف نتابعها في سياق التقرير التالي. وبعد هذا التقرير ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ سلطان الشعلاني، نائب مدير عام شؤون القوى العاملة الوطنية. مساك الله بالخير أستاذنا الكريم. مساك الله بالخير. وإحنا سعيدين صراحة تكون يعني معنا في هذا البرنامج، وفي كلام كثير حول العمل اللي تقومون فيه، وكذلك الرؤية القادمة اللي هي 2025. وهناك غيرتوا بعض، الهيئة أطلقتكم مؤخرا بعض النقاط اللي حابين نتكلم عنها اليوم. يا ليت لو نوضح للسادة المشاهدين، هل هي بشارة ولا يعني في الموضوع صار أصعب يعني بشكل كبير؟ بداية نشكرك على استضافة. الله يحفظك. بالنسبة اللي ذكرت اللي هو نظرة الهيئة استراتيجيتها على 2025. نعم. قامت الهيئة بعمل استراتيجية، ولا زالت في إعدادها الاستراتيجية معها المعهد الوطني للتخطيط. نعم. وقامت ورشة عمل في منتصف الشهر الماضي مع المختصين في هيئة القوى العاملة بالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط. وكان يعني أحد هذه المحاور اللي تخص العمل الوطنية اللي هو قرار النسب وإصدار قرار النسب وتنظيم قرار النسب، وهذا راح نتكلم فيها. نعم. طيب، أبرز النقاط اللي تكلمتوا فيها. تحديد قرار النسب اللي هو فقط تحديد. لا، في عدة نقاط. نعم. لكن نتكلم عن قطاع العمل الوطنية اليوم، نتكلم عن قرار النسب. نعم. الاستراتيجية فيها تنمية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وحث العاملين أو الباحثين عن فرص وظيفية للعمل في القطاع الخاص، وتغيير فكر أصحاب الأعمال للتنسيق مع موظفين أو الباحثين عن فرص من العمالة الوطنية في القطاع الخاص. طيب، أنت يمكن تعرف في بعض الأحيان أنت حتى أنك تقيس النجاح لابد أن عندك أداة تقيس فيها، يعني حتى أنك مثلا تقول أنا خفضت عدد الحوادث المرورية بالكويت، فأنت عندك داتا أو عندك بيانات حتى تقيس نسبة النجاح إذا استخدمت شيء جديد. لكن بالنسبة لكم، هل لكم مؤشرات لقياس مدى فعالية هذه الخطة ونجاحها؟ اليوم عندنا في قرارات النسب السابقة. نعم. واللي قاعد مفعل الآن في هيئة القوى العاملة، مثال على ذلك هو البنوك. البنوك كانت نسبتها 65%، اليوم نجد البنوك وصلت 82% عمالة وطنية. نفس الشيء الاتصالات، كانت نسبة العمالة الوطنية فيها 60، تجاوزت 65 و 67 الآن. فاليوم في قراءات نشوفها أن في تباشير خير، أن العمالة الوطنية قاعدة تنجح في القطاع الخاص، في قناعة من صاحب العمل في أن العمالة الوطنية تقوم بما يقوم به العامل الوافد في نفس المهن. نعم. ونفس النشاط بعد. نفس النشاط، ولكن يمكن إذا ما تتفق وياي أو تختلف، يمكن لاحظنا حتى أن فيما يخص موضوع صحيح أنهم قاعدين يوظفون، ولكن هم في نسب تخرج من القطاع الخاص بسبب صعوبته أو بسبب يعني دواماته، أو القطاع العام مغري أكثر بالنسبة للقطاع الخاص. أم أن هذا موضوع آخر تشوفه من وجهة نظر؟ نتكلم على القطاع العام والقطاع الخاص. القطاع العام قد تجده روتين ثابت. نعم. علاوات دورية سنوية ثابتة. صحيح. أما نجي عند القطاع الخاص، هناك قفزات عالية للمجتهد في القطاع الخاص. نعم. يعني اليوم نجي نتكلم عن روتين ثابت يمكن يليق فيه أو يتناسب مع القطاع الحكومي، مع احترام الأخواننا في القطاع الحكومي. نعم. ما فيهم أنا موجود. نعم. لكن تكلم عن القفزات اللي حصلوا على إخواني في القطاع الخاص، تجد أن قفزات عالية في المرتبات وفي التسلسل في أو التدرج في الوظيفة نفسها. تجد أن في وظيفة في 5 سنوات في القطاع الحكومي. صح. لا يوازي العامل الوطني في القطاع الخاص بعد 5-7 سنوات. صحيح، تكون خبرته أكبر وأكثر. وممكن لا، وغير هذا خلينا نتكلم عن المرتبات. شلون المرتبات في القطاع الخاص ما فيها سقف. متى ما كان في إنجاز، متى ما كان في تفوق أو في تقدم في العمل، يكون في رفع في سقف الراتب.
القطاع الحكومي مقيد في ضوابط معينه يربط تضبط لك اياها لديوان الخدمه الدنيا. ديوان الخدمه الدنيا نعم. لكن خليني اقول لك انا عندي بعض البيانات حسب البيانات اللي موجوده انا راح اقتبس لك من خلال اللي الكلام اللي يمكن ذكر. 72% غير كويتيين وغير جامعيين يعملون في القطاع الخاص من إجمالي القوة العاملة حتى نهاية 2018، والبالغة تقريبا كم حروة المليونين عامل. لماذا هذه النسبة الكبيرة ولدينا جامعيين ومؤهلين كويتيين؟ طيب أنا بس برجع للرقم اللي ذكرته، أنت ذكرت اليوم تقول 2 مليون عامل موجود في القطاع نعم. الخاص طبعا نعم. أنت الرقم هذا يشمل العمالة المنزلية. العمالة المنزلية. إذا استخرجنا العمالة المنزلية تقدر في 650-700 ألف عامل في من ضمن العمالة المنزلية. يعني هذا مليون ونص. يتبقى عندي اللي هو مليون ونص. نعم. نرجع للمليون ونص نفسها ونتكلم عن أرقام دقيقة ومتأكدين منها. حلو. اليوم. حلو. اليوم عندنا مليون ونص عامل أو 1,550,000 عامل وافد بما فيهم العمالة الوطنية بعد. نعم. إجماليهم 1,550,000 إلى 600. لما نتكلم عن الرقم هذا هناك عمالة تسمى عمالة إنتاج. عمالة إنتاج هذه قرار النسب استثنى منها العمالة الوطنية، لا يضع في هذه المهن عمالة وطنية. ما المقصود بعمالة الإنتاج؟ عمالة الإنتاج لهم مسميات محددة. نعم. رقمهم الحالي يتجاوز 550,000 إلى 600,000 من ضمن الإجمالي. لا يمكن أن يعمل في هذه المهن عمالة وطنية. خليني أذكر لك جزء من هذه العمالة. تمام. يسمى هناك عامل عادي خفيف، سائق مركبة، مزارع، حداد، بنا، يعني أمور لا يمكن تجد فيها عمالة وطنية وغير منطقية. حنا اليوم حتى وإن قبل فيها العامل الوطني تجدنا إحنا ما ندعم في هذا الجانب، نبحث عن توفير فرص وظيفية تليق في أبنائنا وبناتنا في القطاع الخاص. يعني اليوم ممكن في أرقام كبيرة مثل ما ذكرتك 600,000 تخفض النسبة، عندي يصل عندي 950-920 مجمل العمالة اللي ممكن يعمل فيها العامل الوطني، ونسبة الكويتيين فيها 70,000 كويتي من ضمن 900,000. لا زالت القراءات يعني نقول الكويتيين لم يأخذ نسبة عالية، ولكن اليوم أنا أرى اليوم في إقبال من أبنائنا للعمل في القطاع الخاص، ونفس الوقت أنا أجد بعد أن أصحاب الأعمال البعض منهم لديه قناعة بأن هناك عمالة وطنية جادة تسد محل العمالة الوافدة. نعم. طيب هناك أيضا كثير من الراغبين في الدخول للقطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص ممكن في الكويت نوعا ما محدود، يعني ممكن شركات عقارية، ممكن مع يعني الصناعة عندنا شوي تعتبر خفيفة، ما هي ثقيلة أو يعني بكثرة مثل الدول الصناعية، تدخل في الأسواق الاستثمار مثلا في الأسواق المالية أو في أسواق أخرى، ولكن هناك الكثير من التخصصات الهندسية، الهندسة صحيح. وغيرها من التخصصات الثانية الدقيقة يعني أو تعتبر النادرة. نعم يعني الكويتي يمكن يشتغل أو يتجه إلى شركة معينة لكن ما تلبي احتياجاته، ما تلبي طموحه، ما قاعد يعمل في المكان اللي في تخصصه. يعني ما يخالف، احنا اليوم نتكلم في قطاع حكومي وقطاع خاص. تمام. ان لم يتوفر في القطاع الحكومي نبحث له في فرصه في القطاع. يعني هل لكم دراسات او توجه كذلك؟ طبعا في تنسيق بيننا وبين ديوان الخدمه. نعم. حتى يتم فقط لتوظيف الكويتيين يعني. اليوم انا ابحث قنوات جديده بحيث اني ابحث فرص وظيفيه للعمال الوطنيه. نعم. حديث التخرج والمستقيلين والباحثين عن فرص وظيفيه كلهم اليوم ابحث لهم في القطاع الخاص. مثل ما قلت لك قبل شوي البنوك تجاوزنا مراحل متقدمة، نبحث اليوم عن قنوات جديدة. اليوم ذكرت قبل شوي تقول الاستثمار، أنا اليوم بعد عندي قبل أسبوع أو 10 أيام كان عندي يوم وظيفي تحت إدارة هيئة القوى العاملة في ممثلة في إدارة الإرشاد والتوظيف، كان في يوم وظيفي للصيرفة اتحاد الصيرفة صح. كان في 4-5 شركات موجودة وتم توظيف فيها ما يقارب 70-80 كويتي موجود في هذه القطاع نفسه. الفترة الجاية في عندنا اتحاد شركات التأمين، عندنا بعد شركات وكلاء السيارات، عندنا الحين اتحاد المقاولين، مجموعة كبيرة من اتحاد المقاولين يعني تكون شركات كبرى ولديها إداريين ولديها مهندسين ولديها قوة عمل كبيرة، نجد فيها وظائف كثيره من تتناسب مع العمال الوطني. يعني هذه المعارض انت تشجع انا مثلا نعم. ان حديثي التخرج او منهم على وشك التخرج
أو المتخرجين يعني. في تجارب موجودة، في أرقام جدا ممتازة. في السابق أو في الشهر 2 اللي فات كان في عندنا يوم وظيفي، نعم، كان تحت مسمى لأنك تستاهل، كان مشارك فيها مجموعة من البنوك. في يوم واحد تم تعيين 660 كويتي في يوم واحد، وكان في تنافس قوي من البنوك، والفترة القادمة راح يصير في تنافس في إن شاء الله في الاتصالات، وراح ندخل قطاعات جديدة ونحاول نبحث عن فرص وظيفية جديدة. يعني اليوم حنا في يعني محاولة إقناع أصحاب الأعمال ومحاولة إقناع الباحثين عن عمل في القطاع الخاص. نجد ذلك أن اليوم وصلت الرسالة لأبنائنا، نجد أن اليوم متقدمين أرقام عالية، ونجد اليوم أصحاب الأعمال لديهم قناعة. البعض منهم قد يكون حتى الآن يحتاج يجرب، ولكن نعم. لكن المجمل عندنا النتيجة عالية جدا، القناعة موجودة، ما نختلف أن هناك أعمالها قد تكون سورية، لكن يبقى في النهاية اليوم في قطاعات موجودة عندنا في هيئة القوى العاملة تحارب هذا الجانب. هذا كنت بتكلم عنه، يمكن أنا أسف على المقاطعة، يعني في هذا الجانب خاصة في الشغل ذكرت شغل جدا مهم واللي يمكن لا تكاد أن تخلو أي صحيفة أو أي سوشيال وسائل التواصل الاجتماعي إلا ما يتكلمون عن التكديس أو الأعمال الصورية. أعمال الصورية يعني يمكن موجودة، يمكن ما قاعدين نشوف في حركة ولا إنتاجية ولا حتى يمكن الاقتصاد، يعني قايسينها بعض الاقتصاديين صحيح. لما قروا المؤشرات ما ارتفع الاقتصاد، ما صار فيه نمو كبير مشهود مع وجود العمالة، وهناك الشركات قاعدة توظف بسبب القانون فقط وليس بسبب حاجتها لمثلا الموظفين. أنا بس أوضح لك جزئية، احنا اليوم احنا يعني تدرجنا في الوظيفة ومارسنا وشفنا الموجود في سوق العمل. نعم. اليوم لما نتكلم عن الفرص الوظيفية الموجودة في الشركات، يعني نجد أن القطاع أو الأغلب منهم يكون عمالة وافدة، ونجد أيضا في بعض الشركات تحاول تستبعد العامل الوطني ألا يدخل في الأمور الإدارية حتى لا يتم هو استبعاده ويحل محله. اليوم تفاجأنا أن بعض أصحاب الأعمال لا يعلم بهذه الأمور، يعني لقينا بعض يعني جزاهم الله خير أصحاب الأعمال يعني لهم قبول، استقبلوا هذه الفكرة أن يحل محلهم عمالة وطنية بعد ما جربوا الباحثين عن عمل والخريجين نجحوا في قطاعات موجودة. نعم. اليوم عندنا قرار نسب يفرض نسبة ويحدد نسبة، ولكن هن اليوم نقول ما نبي بس النسبة، نبي قناعة صاحب العمل موجودة، نبي قناعة صاحب العمل تكون موجودة. يعني اليوم أنا مو بس سد مسد بس اللي هو رقم معين حصلت على نسبة معينة، لا أنا ما أبي هالشكل. نعم. أنا أبي الموظف الكويتي يكون له دور. الموظف الكويتي هذا المهم. أي اليوم الكويتي، أنا بذكر لك شغلة بسيطة. في السابق نعم. كان في ثقافة موجودة لا يحتسب العامل الوطني من ضمن قوة العمل، يقول لك هذا أنا حاطه عشان نسبة عمالة وطنية. آه هذا في السابق. صح. فتعدل بعد القرار 613 إنه كان قوة العمل كلها تشمل عمالة وافدة وطنية، وصار في قناعة من أصحاب الأعمال وتم تطبيق هذا طبعا عن طريق القوى العاملة وعن طريق إدارة تقدير الاحتياج. بعد ذلك أصبح أن هناك ثقافة تقول أن تلزم بعد أصحاب الأعمال مو بس تسجيل، مو بس من تقدير الاحتياج، لا يجب أن يكون له دور في هذه المنشأة، يجب أن يكون له دور في المشروع نفسه. يعني أنا اليوم ما أطمح أن يكون بس تسجيل كويتي، لا أنا في قوة العمل الكويتية. نعم. البطالة أو العمالة الصورية هذه مرفوضة بالنسبة لنا. نعم اليوم أنت سجلت إن نسبة عمالة وطنية، ولكن مو هدفنا هذا. أنا هدفي أن يكون العامل الوطني له وجود وله أثر على المشروع نفسه. أكيد، لأن الجودة مطلوبة، أن أنت تتأسس جيل يطلع يمسك، ممكن يكون قيادي، ممكن العالم قاعد يتغير بشكل سريع، الشركات تداخلت في بعضها، النظام الاقتصادي اختلف، في السابق كان مبني على عوائل وأسر، الآن فتح الموضوع، قبل رجال الأعمال كانوا محدودين وفئة قليلة ومحدودة مثل ما تفضلت وذكرت، ويكون كبير في السن الآن أصبح رجل الأعمال. اليوم نفس ما ذكرت الحين تقول يعني كانت محدودة رجال الأعمال أو أصحاب الأعمال. نعم. اليوم مشاريع صغيرة موجودة، صح، مجموعة كبيرة بدأت في مشاريع صغيرة والآن لديها تبارك الله انتشرت يعني محلات كثيرة ولديها أسماء كبيرة برا الكويت وبرا الكويت. نعم. وكانت مشروع صغير، صح. فاليوم لما تكلم عن توظيف الكويتيين في القطاع الخاص اللي قد يكون رسمه بعض المسؤولين في الشركات من الوافدين انه يوضح انه غير منتج وغير كذا، طيب اذا كان خلينا نتكلم
يعني بصريح العبارة إيه؟ أدق المهن وأدق الأنشطة هي البنوك. صح. إذا العامل الوطني امتاز في هذه الوظيفة ووصل لأرقام عالية، وصل إلى 82% من إجمالي قوة البنوك، فهذا تأكيد أن العامل الوطني منتج، والعامل الوطني له دور كبير في القطاع الخاص. صح. فإذا قدر يعني يوصل الأرقام هذه في البنوك، مو صعب عليه يوصل في أنشطة ثانية. أسرار وخطورة. خطورة. صحيح. وأي خطأ ممكن يكلف. صحيح. يخسر البنك أو إنه يمكن يعمل أكثر من مشكلة. ولكن 82% نسبة صراحة كبيرة يعني. هذه طيب. هذه عن قناعة ترى، مو يعني النسبة المحددة 65 زادوا عليها وصلت 82. ولا عندهم مشكلة، كل يوم يعني قاعد يحاولون يسوي أيام وظيفية ندعو فيها الباحثين عن العمل يحاولون يزيدوا النسبة أيضا. تمام. مؤخرا كذلك تم الكشف عن صرف دعم العمال المواطنين المسجلين على شركات كرة القدم، يمكن اللي كنا شفنا أسستها النوادي الرياضية، وهذا كان وفق ضوابط واشتراطات محددة، لكن شنو الشروط اللي ذكرتوها؟ أنا هالسؤال هذا سألت عنه الفترة اللي طافت، يعني ما شاء الله مجموعة كبيرة. هو الصراحة شوي فيه لا يعني. لا هو أمر طبيعي جدا. نعم. اليوم في قاعدة لصرف المزايا المالية، هو قرار 361/2001 ينظم صرف المزايا المالية للعاملين بالقطاع الخاص. نعم. من العمالة الوطنية. اليوم لما نتكلم عن نشاط، إحنا ما نجي نشاط معين كرة القدم، لأن كرة القدم هي شركة. لها جهة تصدر. صح. ولها موقع محدد. صح. وأيضا لها تسجيل في المعلومات المدنية. صحيح. والعاملين فيها لهم تصنيف دولي موجود. هذا التصنيف له مهن معينة يتم تحديدها من قبل إدارة تقدير الاحتياج ومن بالتنسيق مع هيئة الشباب. عندما يتم تسجيل مجموعة أو قوة العمل الموجودة على هذه الشركة كرة القدم. نعم. يتم تسجيل العمالة الوطنية في المؤسسة العامة للتأمينات، وبالنسبة قوة العاملة تصرف لهم مزايا مالية بشرط أن يكون لا يستفيد من مزايا أخرى من الدولة، وأن يكون مقر عمله في دولة الكويت. طبعا الأندية كلها موجودة، كلها تبع شركات أو نوادي معينة. نعم. ما عندنا أي مشكلة فيها، بالعكس كلها لها ترتيب معين. هذه خطوة يعني جريئة تعتبر وكذلك مهمة. فيها ملاحظة فقط، اليوم احنا تكلمنا مع الأخوان في هيئة الشباب. نعم. مع أخوي صقر الملا الذي ذكره بالخير، كنا نتكلم على يعني الصرف ما في خلاف عليه، ولكن نحضر نقطة معينة فيه اللي هو يمنع احتراف العامل خارج أو اللاعب خارج الكويت. لما تتكلم تقول أنت مقيد على قوة. صح. العمل في الكويت ما عندي خلاف. صح. ولكن تم احترافه في نادي خارج الكويت، هني أنت فقدت شرط من شروط الصرف وهو مزاولة العمل في المنشأة نفسها. أنت خرجت عن الدولة، فأنت طيب من رأس عملك. طيب هذا ممكن يفتح لنا سؤال، العاملين في هيئة الأمم المتحدة وأمانة مجلس نعم. التعاون معي راح يزعلون مخارج الكويت. لا عمالهم. أنت اليوم قرار 316 ألزم المستفيدين أن يكون على رأس عملهم، واستثنى نعم. منهم الأمم المتحدة، واستثنى منهم جامعة الدول العربية، واستثنى مجلس التعاون العاملين فيها طبعا، وشرط نفس الشرط القديم اللي قلنا عليه، لا يحق لهم صرف مزايا إلا للي ما يأخذون أي مبالغ مالية من الدولة. نعم. إذا كان يأخذ أي امتيازات أخرى من الدولة لا يحق له صرف مزايا مالية. لا يحق له صرف. طبعا مثل ما ذكرتك القرار 391 هو استثناهم. تمام. طيب الآن يمكن عودة مرة ثانية للمتقدمين على الأعمال يمكن أو الباحثين عن فرص عمل. يمكن شفنا إذا تذكر في السابق هناك في أيام الثانوية والجامعة هناك في ما يسمى بالإرشاد والتسجيل واللقاء التنويري حتى يفهم الطالب ويهيئ الطالب لدخول لمرحلة جديدة وغيرها. هلأ ليش هل في الهيئة عندكم مثلا تقومون بهذا الدور انكم حديثي التخرج تهيئونهم؟ صحيح. ممكن يكون هناك يعني حتى انه يفهم كيفية التوجه وين يروح لأفضل التخصصات او كيفية انه ممكن انه يستفيد من شهادته، سواء كان قرر أن يكمل جامعة أو حب أن يستمر على الشهادة الثانوية مثلا، يعني على سبيل المثال، هل لكم من هذا النوع من اللقاءات الثانوية؟ أكيد في لقاءات وفي دورات تدريبية. دورات تدريبية كذلك. وفي طبعا في الصيف للطلبة نفسهم، يعني اليوم تنمية العمل الوطنية موجودة في هيئة القوى العاملة، في الصيف تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة للعمل في القطاع الخاص مدة شهرين كتدريب لهم، يجربون القطاع الخاص. نفس الموضوع تكلم عليه على الطلبة، اليوم عندنا إدارة الإرشاد والتوظيف مشاركة في اتحاد الطلبة في أمريكا
شاركت معهم لنقل فرصة التوظيف في القطاع الخاص وتغيير الثقافة الموجودة أن لازم عن طريق الحكومة، لازم عن طريق الدولة، لازم عن طريق الديوان. لا مو شرط، اليوم القطاع الخاص مثل ما ذكرت لك يعني قفزات تختلف عن قفزات أو رواتب الدولة. الدولة اليوم المرتبات الموجودة يعني في بعض المهن كل ما أخذ مدة طويلة في الخدمة تجد المرتب يفوق أضعاف مرتب العامل في القطاع الحكومي. فاليوم حتى طلبتنا لهم حق وطلبتنا نوصلهم عن طريق توقيع المذكرة التفاهم. حتى ذاك اليوم وقعنا مع إنجاز لها دور كبير في تثقيف الطلبة ومحاولة إقناعهم للوصول إلى القطاع الخاص والعمل في القطاع الخاص سواء كانوا موظفين أو كانوا أصحاب أعمال. نعم. حسب ميول الشخص وحسب ميوله. نعم. لكن اليوم موجود الدور هذا وله فعالية ممتاز. كبيرة ممتاز. والدورات موجودة والتدريب موجود ولنا إن شاء الله مشاركة في الصيف الجاي بإذن الله مع أخواننا وبناتنا الطلبة بإذن الله. حديثي التخرج يعني حتى أثناء الدراسة. اليوم نستقبل الثانية ثانوي وثالثة ثانوي اللي هو ممتاز. يدشون في البنوك، يدشون في الاتصالات، يكون مثل المشاركة البسيطة داخل القطاع نفسه أو قطاع المشاركات الاقتصادية. يعني اليوم نكون تواجدهم مثل شو يسمونه في التربية الميداني مثل الميداني. نعم نعم. إيه ولكن هو تدريب، يعتبر تدريب. نعم. وجوده ميدانيا أفضل ما يكون تدريب بس نظري. يعني وأنا يمارس العمل بالطبيعة أفضل ما يكون يعني نظريا فقط. وأنتوا يعني تقابلتوا مع ثالثة ثانوي أو رابعة ثانوي وهذا وايد مهم. حتى في الجامعة ثانية جامعة وثالثة جامعة. ما كان في توجيه يعني قبل يعني ساعة الأسرة ما عندها ذاك. خلنا نتكلم بتفصيل أكثر. اليوم نتكلم عن ديوان الخدمة. نعم. ديوان الخدمة يحاول ويسعى جاهدا لتأمين فرص وظيفية في الحكومة ممتاز. ولكن له طاقة معينة تستوعبها الجهات الحكومية. اليوم أنا عندي مثل ما ذكرت قبل شوي الأرقام الموجودة في القطاع الخاص أرقام كبيرة. خلنا نتكلم عن 900,000، نستبعد المجموعة اللي قلنا عليها هذا لا يمكن العمل فيها. نعم. 900,000 ليش ما يكون فيها الربع كويتيين؟ ليش ما يكون فيها 20-25% 30% كويتيين؟ مو شيء صعب. صح. مو شيء صعب. احنا اليوم نحاول نخفف الحمل عن القطاع الحكومي وبنفس الوقت ان يكون للعامل الوطني دور كبير في القطاع الخاص. نعم. يعني هذا المعيار لازم يكون موجود ويانا ومن الله الحمد مستمرين فيه مع اخواني الإرشاد والتوظيف والتنمية وأيضا أخواني في المزايا المالية. لو كان هناك أكثر الانتقادات اللي قدمها الطلبة يعني أو حديثي التخرج أو المتقدمين بالنسبة لكم، ما هي انتقاداتهم يعني بالنسبة حتى نتشارك فيها وكيف عالجتوا هالمواضيع هذه؟ شوف خلنا نتكلم عن الجاد في البحث عن الوظيفة. نعم. طبعا في ناس جادة في ناس صحيح. يعني تبحث عن فرص قليلة العمل. نعم. حنا اليوم نتكلم عن الناس الجادة، عن الناس اللي تبحث عن فرص تسد محل الجماعة الموجودين من الجناس الوافدة. نعم. لازم يكون في بعد من صوب أبنائنا الحث على العمل والاجتهاد وكذا. مو صحيح أني أجي وأبحث عن فرصة من بداية حياتي أني أبحث عن فرصة من غير عمل. نعم. هذه مرفوضة في القطاع الخاص، حتى حنا لا نسعى لها ولا نقبلها. اليوم مثل ما ذكرت قبل شوي العمارة السورية لا يمكن نقبلها. العمالة السورية. سورية اللي هي مسجلة. نعم. مسجلة فقط. إحنا في السابق كنا نسميها عمالة وهمية. نعم. ولكن أنا ما أقبل في هذه التسمية لأن المنشأة قائمة. نعم. ولكن نقدر نسميها تسمية ثانية تكون تسمية العمالة السورية. عمالة ليس لها دور في المنشأة هذه ما نقبل فيها. يجب أن يكون لها دور ويجب أن يكون لها تكون أحد أحمد هذه المنشأة. أكيد طبعاً. أستاذ الكريم أنا جداً استمتعت اليوم في هذا الحوار. والأمور اللي قمتوا فيها صراحة كذلك تبشر بالخير والتوجيه يعني يمكن مستمر معاكم يعني توجهون الطلبة وتوجهون الطالبات وحديثي التخرج حتى أنه يقومون أو يعملون على الأقل في أفضل الأعمال. أستاذ سلطان الشعلاني نائب مدير عام شؤون القوى العامة الوطنية شكرا جزيلا لك على هذا الحوار ومن هالأعلى إن شاء الله يطول عمرك ويسلمك أخوي عمار ما قصرت وشاكرين لكم على هذه الدعوة. الله يحفظك. تسلم أستاذ المشاهدين بحفظ الله ورعايته في أمان الله.